هي أول امرأة مسلمة تقتل رجلاً في سبيل الله، وشقيقة حمزة بن عبد المطلب سيد الشهداء، وهي الوحيدة التي أسلمت من عمات رسول الله صلى الله عليه وسلم، وأم حواري رسول الله صلى الله عليه وسلم، وحماة ذات النطاقين، وجدة أول مولود للمهاجرين، وعمة الرسول، ابنة سيد قريش وزعيمها، وكانت شاعرة فصيحة. إنها صفية بنت عبد المطلب بن هاشم القرشية الهاشمية. لما نزل قوله تعالى: وأنذر عشيرتك الأقربين، قام رسول الله صلى الله عليه وسلم وقال: يا فاطمة بنت محمد، يا صفية بنت عبد المطلب، يا بني عبد المطلب، لا أملك لكم من الله شيئا، سلوني من مالي ما شئتم. وكانت مثلا في التربية، فقد ربت ولدها الزبير على الخشونة والحرب واقتحام الأخطار، وجعلت لعبته بري السهام وإصلاح الأقواس، وكانت تربيه على اقتحام الأخطار، فإذا تردد ضربته بقسوة، حتى أن أحد أعمامه قال لها: ما هكذا يضرب الولد؟ إنك تضربينه ضرب مبغضة لا ضرب أم. وكانت كلما لقيت ولدها الزبير تقول له: اثبت يا بني، إن أحق من آزرت به ابن خالك، والله لو كنا نستطيع ما يستطيعه الرجال لدافعنا عنه. وكثيرا ما كانت تنهر أخاها أبا لهب إذا تعرض لرسول الله صلى الله عليه وسلم. وكانت رضي الله عنها من المهاجرات الأول إلى المدينة، واشتركت في بيعة النساء، فكان لبيعتها أثر واضح في حياتها، فكانت قدوة للنساء من بعدها. وشاركت رضي الله عنها في معركة أحد، فكانت تنقل الماء وتروي العطش وتبري السهام وتصلح القسي. فلما رأت النبي عليه الصلاة والسلام قد انكشف واضطرب المسلمون، ألقت ما في يدها وانتزعت رمح أحد المنهزمين، وأسرعت تشق به الصفوف وتضرب به وجوه الهاربين، وتقول لهم: يا ويحكم، إن هزمتم عن رسول الله. فلما رآها النبي عليه الصلاة والسلام مقبلة عليه، خاف أن ترى جثة أخيها حمزة، فقال ابنها الزبير: يا أمي ابتعدي. فردت بغضب: تنح عني، لا أم لك. فقال: إن رسول الله يأمرك أن ترجعي. قالت: ولم؟ إنه قد بلغني أنه مثل بأخي. فقال النبي له: خلي سبيلها يا زبير. فخلى سبيلها. ولما انتهت المعركة وقفت صفية وهي في 60 من عمرها على أخيها حمزة، فوجدته وقد بقر بطنه، وأخرج كبده، وجدع أنفه، وثلمت أذناه، وشوه وجهه، فاستغفرت له وجعلت تقول: لقد رضيت بقضاء الله. ثم بكت بكاء شديدا أبكى رسول الله، فجعلت كل من حولها يبكون. ثم قال النبي الكريم: لن أصاب بمثل حمزة أبدا. وفي غزوة الخندق كان لها موقف لا مثيل له في تاريخ النساء، حيث قام النبي بوضع الصبيان ونساء المسلمين وأزواجه في حصن حسان بن ثابت، فمر رجل يهودي يطوف بالحصن، فقالت: يا حسان، إن هذا اليهودي يطوف بالحصن، وإني والله أخاف أن يدل اليهود على عورتنا، فأنزل إليه فأقتله. قال: والله لقد عرفت ما أنا بصاحب هذا. فقامت وأخذت عمودا ونزلت من الحصن، فضربته بالعمود حتى قتلته. وتوفيت رضي الله عنها سنة 20 هجرية، ودفنت بالبقيع. رضي الله عنها وأرضاها، نعم النموذج للمسلمة المطيعة لله ورسوله.